نعود إلى ضيفنا من جنين دكتور جمال حويل عضو المجلس الثوري لحركة فتح. أهلا بك معنا من جديد دكتور جمال. كنت تتحدث عن تجاوز الاحتلال كل الخطوط الحمر في الضفة الغربية، وهذا ما أكد عليه موقف السلطة الفلسطينية ببيان الرئاسة الذي وصف ما يحدث بحرب الإبادة. فما المطلوب من السلطة الفلسطينية إذا ما يجري في الضفة الغربية بشكل ممنهج ومستمر منذ 7 أكتوبر؟ أختي العزيزة، يعني كما قلت، نترحم على شهداء الأبطال في غزة هاشم، الأطفال والشيوخ والنساء والأبطال المقاومين الذين حققوا معجزة عسكرية ستدرس لأجيال وأجيال بقيادة المقاومة في غزة. وأيضا الرحمة لشهداء الأبطال، 8 شهداء الآن في مخيم طول كرم، و5 شهداء بالأمس في مخيم بلاطة. هذا الجيش الاحتلال الصهيوني الذي ينفذ خطة ممنهجة في الضفة الغربية كانت معدة مسبقا قبل 7 أكتوبر، ولكن عملية طوفان الأقصى و7 أكتوبر كشف هذه المخططات والنوايا والاتفاق الائتلافي الحكومي في هذه الحكومة اليمينية الفاشية التي قالت منذ اليوم الأول أنه علينا أن نهود مدينة القدس باعتبارها العاصمة الأبدية لإسرائيل، وأيضا علينا أن نزيد عدد المستوطنين في الضفة الغربية وسرقة الأراضي وطرد السكان وتهجير شعبنا الفلسطيني من الضفة المحتلة. وبالتالي أختي العزيزة، ما يجري على الأرض ميدانيا هي خطة ممنهجة، نعم، وليست ردة فعل عما حدث في طوفان الأقصى أو غيره. المشروع الصهيوني وما يسمى، كيف يمكن مواجهة هذه الخطة؟ السلطة الفلسطينية جددت مطالبتها الإدارة الأمريكية بالتدخل. ماذا يعني ما المتوقع من الإدارة الأمريكية؟ أختي العزيزة، أولا أن لا أتحدث باسم السلطة. ثانيا، المطلوب من السلطة، وهذا قلت مرارا وتكرارا للأخ الرئيس محمود عباس، عليه أن يوقف أي علاقة مع هذا الاحتلال بأي شكل من الأشكال، عليه تعليق الاعتراف بإسرائيل، وعليه الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية أو قيادة وطنية موحدة، وأن يلتقي بالقيادة في حركة حماس في أي مكان في العالم، وأن نوصل رسالة للعالم بأن هذا الاحتلال الذي توحد من أجل ضرب شعبنا الفلسطيني وهو على باطل، فمن باب أولى أن نواجه نحن هذا الاحتلال الصهيوني المجرم بوحدتنا وصمودنا على هذه الأرض، والتأكيد على الرواية الفلسطينية بأن عملية طوفان الأقصى هي عملية نتيجة وجود هذا الاحتلال أولا، وحصار غزة والاعتداء على المقدسات وبناء المستوطنات واعتقال الأسرى. فبالتالي علينا أن نتحرك كموحدين كشعب فلسطيني في على كافة المستويات العربية والدولية، وحتى أمريكا لا يكفي كلام من أمريكا فقط مطالبة إسرائيل في تخفيف العدوان وتجميل العدوان، وخاصة أن أمريكا أختي العزيزة كما تعلمين هي الآن تعيش في حالة عزلة أخلاقية وقيمية لا على، وحتى فقدت مصالحها في منطقة الشرق الأوسط بعد خسائرها في أفغانستان والعراق وأكثر من مكان. والآن أمريكا، وأنا أقولها بمنتهى الصراحة، هي رهينة لمصالح أنانية نرجسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي يقود المعركة، كما يقول إيزنكوت كفى رواية قصص ألف ليلة وليلة عن الانتصار في غزة أو في أي مكان آخر. وبالتالي نتنياهو يحاول جر أمريكا إلى حرب إقليمية من أجل مصالحه الشخصية والاستمرار في هذه الحكومة والاستمرار في الحلبة السياسية. طب تقول حضرتك أن المرحلة تتطلب وحدة الصف الفلسطيني، ما هي أهم المساعي في هذا الإطار؟ أختي العزيزة، هناك مساعي كثيرة جدا وتحركات يعني كبيرة جدا. أنا من هون بطالبكم، بطالب الأهل والحكومة في قطر، بطالب الإخوة المصريين، الجميع أن يحاول أن يجمع القيادة الفلسطينية من كافة الفصائل، الأمناء العاملين الفصائل في أي مكان في العالم، من أجل صياغة عمل موحد مشترك بالمرحلة القادمة. ما ينقص هو بصراحة الإرادة، وإحنا الآن لسنا في صدد يعني اتهام هنا وهناك، ولكن أنا بقول أن المقاومة في غزة سطرت معجزة عسكرية ومعجزة صمود حتى الاحتلال وحتى الأعداء يعترفون بها، سواء بتنفيذ عملية طوفان الأقصى التي حققت انتصارا عسكريا وأمنيا واستخباراتيا وإعلاميا على الأرض، وأيضا هذا الصمود الأسطوري والمقاومة في الأنفاق التي يعني حتى الإدارة الأمريكية ومسؤولين أمريكان تفاجؤوا من هذا الإعداد وهذه الأنفاق التي دول كبرى بصراحة لا تستطيع أن تقوم بها. وبالتالي هذا الإنجاز التي ترافق مع إنجاز في محكمة لاهاي الدولية والرأي العام العالمي الذي يقف مع الشعب الفلسطيني وأعاد
القضية الفلسطينية إلى سلم الأولويات وإلى رأس الأجندة العالمية. علينا أن نستغل هذا العمل الكبير ونؤكد للعالم بأنه لن يكون سلاما وأمنا من خلال التجربة لا إسرائيل أو تل أبيب إلا عندما يكون أمنا وسلاما لأهلنا في غزة وفي جنين وفي القدس وفي طول كرم وفي كل مكان من فلسطين. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور جمال حويل، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، كنت معنا من